هلا بدك تفكه؟ هلا بدك تفكه؟ طيب انا بدي اخليك تفكه يعني. ما بدي اشطب لك على الرخصة بس. ليش التعطيل؟ احنا الساعة عندي دائرة السير. شو بقول دائرة السير؟ هي مش من ليش ما وصلت عندي؟ أنا وصلت عندي أنت لحالك عدم ماخذ، مش لازم تاخذ أوامر من أي حدا يقول لك والله يفكوا اعمل سوي لحالك لازم تلقائيا. يا عم صح ولا مش صح؟ بس احنا بدائرة السير، بس ما طلعناش. ماشي مش مشكلتي دائرة السير على عيني وراسي. حقك على عيني وراسي تمسكني على الشارع وتمشي على عيني وراسي زابد. انا هون اجتني سياره معتمه وصلتني معتمه هي صح ولا مش صح؟ انا بدي اسالك سؤال. يا سيدي حياك الله يعطيك العافيه يا استاذ. شوي بس شوي انا في دائره السير. اذا بقول لي ايه من التعقيم بقيمه تشطب لي على الرخصه. انا بشطب لك على الرخصه. بتعرف شو معنى شطب؟ رخص رخصني جديد. رخصني جديد عشان اتعلم تجيني في التعقيم كله. هذا شو هذا اللي جاي فيه؟ بقول لي بمزح بمزح. وقت شو بدك تمزح؟ انا شريت السياره. انت لحالك لحالك بتقيم. اللهم صل على محمد. حسبي الله ونعم الوكيل عليك. انا بعرف اذا شيء بك. توكل على الله. اعطيني الرخصة. انا اقول لك الرخصه زي شو طب لك الرخصه يا عم انت ايش تطلب عليها؟ انا ايش تطلب عليها؟ ايش تطلب عليها؟ دير بالك انا زي الزلمه مش طب اروح استغفر الله غير اسوي اربي. لا يا حبيبي وين جاي انت؟ اعطيني الرخصه يا سمح. اعطيني الرخصه يا عمي. اعطيني الرخصه. سووا تعميم على كل المركبات واي واحد بيمشي في الشارع اسحب التعتيم. والله يا عيني عليك احنا شغالين على التعتيم والامانه انه بضر اكثر ما بينفع. يا عيني عليك ليش بتعتموا السياره؟ هذا الزلمه شريها هيك وانا بايع اياها. الكل زعلان يا عمي. القانون على الكل. القانون على الكل بس اذا مش راح يتنفذ وقد تنفذ من اوليته علينا. انا شطاب رخصتي شو علينا مش انا اسمع اسمع اذا ما وزعتوش رخصتي زيي كبستها ايوه ايوه قضيه اسوي ولا غرق سوى قضيه. هقول لك شو بدك تسوي اذا بدك تيجي عن الطريقه هذه. شو بدك تسوي؟ انا مش تاجر يا عم. انا زلمه ببيع العربيه بس السياره الاعلى بتجيبها. انا زلمه تاجر تمشي الوضع يعني. لا انا بخليك تقطع الاعلان عمي. القانون على الجميع. لا واسطه ولا غير واسطه. القانون على الجميع عمي. انا بالنسبه لي زي انا بالاخير يا صوتك يا امان امان خذ لي هذا خذ لي هذا والله غير اجيبك والله لو كنت وين تكون يا اخي. امان خذ لي اياه والله غير اسوي قضيه زامن زامن والله غير قضيه خذ لي اياه. ماشي شو شو يا ابو احمد؟ بروح بجيب طفايه وبرمى ايميل هذا بجيب طفايه بجيب ولا بدي اجيب ولا شيء ولا بدي اجيب ولا شيء وبدي اشوف انه اللي بده يعرضني هون. احنا ليش نحوج حالنا؟ ليش نحوج حالنا للامور هاي؟ اذا احنا عارفين حالنا انه احنا صح ليش نحوش حالنا للامور هاي؟ والله كلامك مظبوط 100%. خلص هدية كل الاحترام لك. هدية يا زلمه. طيب انا بالنسبه لي فيش اي مشكله. طيب انا بدي منك شغله صغيره. تفضل. ماشي واحنا حبينا نتصور معك ونسوي معك سمر خفيه. ماشي وتوجه رساله للناس انه هذا التعطيل ممنوع. وصلت؟ شو يعني كاميرا خفيه؟ معك برنامج كاميرا خفيه. الله لا يكون لك او بالله الله على البعد الجميع الله مش عارف وازيك خير بارك الله فيك تقدر حبيبي يلا خلينا نقول ابو احمد خلينا نقول للكاميرا باي يلا الله يسعد مساك. انا شريت السياره هيك وجيت رخصها قبل سنه مش ولا شيء. في شيء ممنوع بتحمله في السياره؟ الله يبعد عنك شيء يا رب. يا عم والله ما سويت فيها ولا شيء. برا يا مختار طلع التعتيم. ايوه اي ابن اواس بيو هون مش شريت منه السياره. طلع التعتيم. انو اللي بيعتم؟ اللي بده يحمل شيء ممنوع صح ولا مش صح؟ صحيح. هي سيارتك سيارتك تنزل عن الخط. ليش يا عمي؟ انا شريتها هيك في السيارة تعبت. تيجي عليك غرامة 200 دينار. غرامة 200 دينار. انا الشيارة ليش يا عمي؟ والله ما صبتها. 200 دينار.
يا بشار من عندنا هنا صحيح 200 دينار عشان يطلع بسيارة يعتمها. هذا معتم انت معك نور. والله يا عم ما صبتها انا. هاي انا معك نور. انا شريت من معرض الاواسنة هون يا عم انصر. مش مشكلتي من الاواسنة من مين ما تكون. بس انا انا شفت السيارة دخلت عندي معتمة. هي هي معتمة. ما حكوش اشي معي. ايوه ما هو العين غير. انت جاي ترخص ابو ترخيص. طب يا عم لو قالوني فك التعتيب تغيرت انا الازاز كله. لا انت بتعرفش التعتيب ممنوع. والله والله ما بعرف. يعني انا جبها الله اعلم كيف هذا بيسقط لي على اي اساس انه مشطب الرخصه. عشان تتعلم تعتم. قول لي فك التعتيم يا اخي تنزع لي الرخصه. اه بنزع لك اياها. لسه في عليك مخالفه كمان. قول لي اعطيني المفتاح. اي مفتاح؟ مفتاح السيارة. انا بعرف بديش ارخصها السياره بس انا بعرف بدي اجيبها. نسوي زي ما بدك. لا اعلم بقول لك لا اعلم. ولا اذا بدك انا بفك فيها عني. بدي اغير الازاز بغير الازاز كمان. بس انت عليك تنبهني وانا اغير. انا بدي انزل لك السياره. ليش عم تنزل لي السياره يا عمي؟ يا عمي مش من فك هذا. اه. هاي بروح بفكه بجي اذا بنفك. بس تفكه؟ انا قصد انا قصد. عندها مشكلة فيها. طيب بعد ما افكها وين اجي؟ خلاص تجي. انت وامانتك. لا لي بفكه يا عمي. ماشي؟ انت وامانتك. خلاص. مبسوط انت؟ ارجع بيك. ماشي؟ كل الاحترام لك. وامسكني باي يوم انا مش فاكر. لا انا بديش امسك. انا بدي امانتك. لا يا ماشي؟ انا هاي انا اسمي سامر الدره. ماشي حياك. ومثل برنامج الكاميرا الصفية. يلا. ما الشكري. يا جاي يقول لي عتمتين شيخ المفتاح. طب يلا قول له باي. الله يعطيك العافيه. يا اخي انا اجي لك السياره عن الشارع. يعني الناس بيقولوا لي عشان الازاز قانون وغرامه 200 دينار. بس يعني بلا ما هو ليش رخصوا لي اياها؟ ايش؟ ليش رخصوا لي؟ مشوا لك اياها تجاوزها عشان انت تفك الباقي. يعني انا بلا مؤاخذه بدي اسالك كمان سؤال وجاوبني عليه بصراحه. هذا الاشي مش صح زيي. ايوه مش صح خالص. دير بالك يعني انا بالنسبه لي يعني راح اسوي اعلانيا. توكل على الله. ماشي. انا عمري خلاص توكل على الله. روح هذا شيء بسوي مع الزلمه. بدك تزعل خلاص روح يا امان. وين الامان؟ نادي الامان. هذه بدك تنادي يا اخي. نرجع الرخصه يا زلمه يا امان. ماشي يا سياره بسرعة. ده بيقول لي فك بفك يا استاذ. بيقول لي فك بفك انا مش عندي مشكلة. خذوا لي الشاب هذا من وين بعينكم الله. يا اخي لو اخذوه ما اخذوه. دعوا لي الشاب من وين. لا ركب نزل الرخصة. دعوا لي الشاب من وين. دعوا لي اياه. بس كيف نزل الرخصة؟ توكل على الله. لا اله الا الله. هي الشغلة بالعنف يا عمي. هي الشغلة بالعنف. ابو ايش انت قلت لي؟ ابو كريم. طيب ابو كريم بعد الورقه. ماشي والله سهل عليك. اطلب بس تختم الورقه تاخذ الخطه. جاهز ابو كريم؟ ايوه. احترام لله. انا اسمي سامر الدره. ايوه. ماشي. ممثل برنامج الكاميرا الخفيه. حبينا نسوي فيك مقلب. طب لك الرخصه زي يا عم. شو في مشكله؟ قانون على الكل هذا. على الكل هذا. قرات انت الاعلان؟ طب ما اقرا بعرفش اقرا. خلص انا بعرف الرخصه شو بطل. طب يلا يلا اطلع. انا بدي ابيعتي من السؤال الثنتين عشان اجيبها السياره. طب شو بدك هلا؟ انا ايش انا واقف الشارع. روح اطلع من هون. انا واقف الشارع ده ما مدير الامن خليهم يسحبوا لي اياه. امين. نادي مين بيحكي؟ هات لي هذا من هون. انا قلت له بقيم بقيه حاج طب لك رخصك يا حاج. هي والله عدها. طب لك الرخصه. احنا حبينا نبارك لك السياره عشان الاغلبيه ونقول لك الف مبروك معك برنامج الكاميرا الخفيه. وهاي رساله الى الشباب بنوجهها وانا بقول يلا قول الكاميرا باي. ليش معتمة؟ والله عشان الشمس. عشان الشمس. هي الشمس اللي عرفتنا؟ يا كلام شو بدك ها؟ بس
ولا حرام هنسويه بعدين. ده بتسويه كمان؟ ليش تسويه؟ الله خلي الشمس الاولاد معي بيطلعوا. باجي بروح جاي بلاقي الرخصه مخزق لي اياها. صحيح. على اي اساس مخزق لي الرخصه؟ عشان تتعلم تيجي على الدائره وانت معتني ازازه. ده بتمزق بقيمه بشيله، كل شيله بشيله يعني. ليش تخبط على السياره؟ كل شيله بشيله. امان، وين الامان؟ امان. كل شيله بشيله، ليش تمزق لي الرخصه تسوي لي اياها؟ يلا 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 روح. لو سمحت لو سمحت. انت خالي كمان عندك معتم ازازه. لا ما تقولوش انت اللي بحكي له كان انت من اول. صح ولا مش صح؟ خلينا نساعد فيها هذا كثير. ايش؟ هلا حكيت زبده قيمه وهلقيت عاود ارجعه صح ولا مش صح؟ مش هيك حكيت لي؟ انت قلت لي فكره كويسه انه اجيب الشماعه. اه ما بتقول لي بخلعوها يعني انه انت زلمتك وحاول تعتم كمان مره. تعال تعتم بس هذا غلط. ليش تعتم؟ حكك على عيني وراسي. يعني صح هذا الاشي؟ لا للامن صح. لا مش للامن الي، لا الى العام الى مش الي. معك طفايه؟ اه معك. هشوف بعدين تبسخ الرخصه زي انت قاعد تحسر. انا شو؟ واقف هون اذا ما خبصتش زي انا بقى انا يقدر اطلع كل شيء. خذوا لي اياه من هون. خذوا لي اياه من هون. تعال ترجعه. اه برجوش خلص بعد ما قلت لي برجوش. لا ما انت ما عجبكش كلامي. قلت له عاود برجعه فكيت عاود ارجعه عشان الاولاد. مصلحتك ماشي يعني انت والناس والقانون بدكش تمشي. مشي يعني. بدكش تمشي. انت ما بدك تمشي القانون. انا اسف بمشي. ليش اشتغلت على ما اخذ اسف ولا مش اسف بس القانون حلو. القانون حلو. هلا انت هذا غلط، هذا غلط، انت بتهرب شيء سيارة حمل ممنوعات؟ لا سمح الله. مش ضروري انا اعتم الازاز. هاي الاستاذ معتم كل السيارة، نزلنا له اياها كلها على الخط، شغلنا له الخط. طلع تفضل جاييني الادوان معتم، شو ضال؟ يفتح حديث صفاء بالسيارة. صح ولا مش صح؟ مش راح اشتب لك اياها زي هذيك راح طلعت معي في برنامج الكاميرا الخفيه. نحن لما خبطناك على السياره في رساله هذه في الجميع يعني احنا بنلتقي الشباب المحترمين زي افضل لك نوصل رساله للجميع. يا سلام كل احترام كل عام سالم سامحنا كمان مره انا بعطيك لك الكاميرا بوري يلا يلا